دي بلدنا، وكل واحد فيها من الصعيد هناك في أسوان لغاية اسكندرية لازم يبقى متأمن، سواء كان زراعة أو مياه شرب. لسه بتتكلموا على سد النهضة ولسه بتقولوا يا ترى المية هتبقى اكبرها ايه؟ لا، المية، مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام، ما حدش يقدر يمس مية مصر. قدام من التنمية دي في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى، ده حياة او موت لشعب، ودي مية ربنا اللي خلقها، ما حدش تاني عملها، بقى لها الاف السنين. الرسالة اللي بقولها للمصريين، احنا شغالين على عدة محاور، مش محور واحد فقط التفاوض، لا، هو محور تخفيض حجم الفاقد من المية في مصر للاستفادة به وعادة تدويره مرة تانية. اللي بيتعمل دلوقتي أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مية الصرف والتحليل. مش كتير، بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب.